صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الآيات الكريمة إخواني في سورة عبسة، عبس وتولى. وسورة عبسة من السور التي آياتها يعني ذو الآيات القصيرة، يعني هي سورة شنو مولانا، مكية أو مدنية؟ مكية تكون، أحسنتم ما شاء الله، هذا الدرس أثر الحمد لله. فإذن هي سور، هذه سورة مكية، ولأننا لأول مرة نتطرق إلى آية من آيات سورة عبس وتولى، فلا بد من ذكر فضيلة من فضائلها أو فضيلتين مثلا، حتى نبدأ بالآية الكريمة لأن فيها مضامين جدا جميلة إخواني. الفضيلة الأولى لهذه السورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة عبس وتولى، من قرأ سورة عبس وتولى جاء يوم القيامة ووجهه ضاحكا مستبشرا. اللي يقرأ سورة عبس وتولى يجي يوم القيامة وجه شنو؟ ضاحك. الناس كلها تبكي مولانا، وهذا شنو؟ يضحك. واضح مولانا؟ هذا ضاحكا مستبشرا، طبعا بشرطها وشروطها، مو مجرد قراءة. ألف مرة قاعد أقولها، لأنه كثير من الناس يقرونها، حتى المخير قاعد، حتى قاعد يذبح ناس، قاعد الناس تذبح ناس، هذا القاتل قاعد يقرأ السورة، هم ضاحكا مستبشرا، لو هذا يجي شنو مولانا؟ زين. فإذا بشرطها وشروطها أن أقرأ السورة وأن أعمل بما فيها، هذا الفضيلة الأولى. الفضيلة الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام، الأولى عن رسول الله، الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ عبس وتولى وإذا الشمس كورت. سورتين اللي يقرأهن: كان تحت جناح الله من الخيانة، الله يحفظه منين؟ من الخيانة. وفي ظل الله وكرامته وفي جنانه، يكون في جنة الله تعالى. هاي اثنين. الثالث أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، اللي يمشي بسفر ويخاف مولانا ينقص فلوس، ينقص مال، يتعرض إلى سرقة، يتعرض إلى مثلا شيء، تعب، كمد، شيء كذا، ها، يقرأ سورة ماذا؟ سورة عبس. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا قرأها المسافر في طريقه، نص الرواية قاعد أقرأها لك، إذا تقرأها وين؟ بالطريق بالسفر.
إذا قرأها المسافر في طريقه يكفى ما يليه في طريقه وفي ذلك السفر. في طريقه يروح بأمان ويرجع بأمان، ما ينقص ولا يحتاج شيء. زين، إذا قرأ سورة عبسة وتولى. زين، هسه نبدأ بالآية الكريمة. الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أولا هذا يا إنسان، الخطاب لمن؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. زين، الخطاب لمن؟ البعض يقول على أن الخطاب للإنسان الكافر، نقول لا، هسه نطلع الأدلة في ذلك، نقول لا، إنما الخطاب لمطلق الإنسان، هم للمؤمن وهم للكافر، مطلق الإنسان، كل من يطلق عليه كلمة الإنسان فهذه الآية الشملة. شنو معنى فلينظر الإنسان إلى طعامه؟ شلون يعني مولانا؟ توجهوا، حلو البحث مولاي. شلون يعني فلينظر الإنسان إلى طعامه؟ يعني هيك أخلي الطعام وأباوع له هذا النظر نظر هيك عادي؟ لو لا، إلى معنى ثاني. ها؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه شلون يعني؟ ترى أكثر الناس تخطأ في هذا الشيء. شنو المقصود من الآية فلينظر الإنسان إلى طعامه؟ بها كم تفسير. التفسير الأول يعبر عنه بالتفسير الكلامي. التفسير الكلامي شنو مولانا؟ التفسير الكلامي في علم الكلام، احنا عندنا علم الفلسفة وعندنا علم الكلام. زين، اكو فرق بين الفلسفة وبين الكلام، بس انا اعطيك موجز عن علم الكلام. من جملة العلماء في علم الكلام ياهو كان هشام ابن الحكم، اللي هو احد طلاب الإمام الصادق عليه السلام. هذا كان عالم في علم الكلام. علم الكلام شنو إخواني؟ إذا تعرف علم الكلام تعرف أنا شو أقول. ها، علم الكلام هو إثبات الله، إثبات وجود الله لمن لم يثبت الله له. ها، أكو واحد مو ثابت عند الله، يقول لك أنا الله ما موجود والعياذ بالله، تعال ثبت لي الله شنو موجود. إذا أنت أثبتت وجود الله لمن لم يثبت وجود الله له، هذا يسمونه علم الكلام. يعني ناس لا أدوخك بها، علم الكلام إثبات وجود من؟ الله سبحانه وتعالى. ها هي، علم الكلام إثبات وجود الله. أي شيء، أي وسيلة، أي سبب، أي طريق تثبت بها وجود الله سبحانه وتعالى يسمونه علم الكلام. زين، شنو هذا معنى فلينظر الإنسان إلى طعامه؟ هذا يسمونه التفسير الكلامي. التفسير الكلامي أي أن الإنسان يستطيع أن يعرف الله وأن يثبت وجود الله عن طريق الطعام الذي شنو؟ يأكله. هاي النظر نظر مجازي مو نظر حقيقي. فلينظر أي فليتأمل، فليتفكر. توجهوا إخواني، عيوني توجه لي حبيبي. زين، هنا فلينظر بمعنى شنو؟ فليتأمل، مو النظر هاي النظر العين، لا، هذا النظر المجازي. يعني فليتأمل، فليتفكر في هذا الطعام اللي انت تاكله. مولانا انت تعرف هذا اللحم اللي تاكله منين يجي؟ انت هسه العيال، الزوجة خلت لك الطعام، خلت هذا التمن، على قولتكم العيش، خلت هذا التمن وخلت هذا اللحم وخلت هذا المرد وخلت هذه الخضرة وخلت هذا، عليكم السلام ولا حياكم، اهلا بكم مولانا. زين، خلت هذه الامور، انت فكرت هذه الامور منين جايه؟ ها، لو انت بس تاكل. ها، يعني الانسان الله سبحانه وتعالى يشجعنا على ان نتامل وان نتفكر في من؟ في طعامنا. هذا الطعام اللي احنا ناكله منين اجى؟ كيف صار؟ من الذي اوجده؟ شنو المراحل اللي مرت على هذا الطعام؟ انت هذا اللحم اللي تاكله شنو كان اللحم؟ كان موجود حي، كائن حي. شنو كان هذا الكائن؟ كان صغير وكبر، قبل أن يولد، قبل أن يولد شنو كان؟ كان في رحم الأم، قبل لا يصير في رحم الأم يصير لحم، شنو كان؟ كان ماء. ورحمنا، هذا الماء تبدل إلى علقة، هاي العلقة تبدلت إلى مضغة، هاي المضغة تبدلت إلى عظم، هذا العظم تبدل إلى لحم. ها، فكسونا العظام لحمة وشوي شوي 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 إلى أن كبر وصار بي لحم. هذا اللحم منين جاي؟ ها، من هذا المرعى اللي قاعد يأكلها الحيوان. ها، هاي الخضرة، شايف الخضرة هاي؟ ها، هذا الحشيش، هذا العلف اللي يأكلها الحيوان، هذا العلف الأخضر يتبدل إلى شنو؟ لحم. أنت قاعد تأكل هذا اللحم. زين، الإنسان لو تأمل حقيقة الطعام اللي يأكله يستطيع عن طريقه أن يثبت وجود من؟ وجود الله تعالى.
فإحنا مو تعال أكل ونام يا غنام، تعال بس تعال بس ناكل، ها؟ لا، إنما الإنسان الله يشجعنا يحرضنا على أن نفكر في الطعام وأن نتأمل في الطعام الذي نأكله. الخبز اللي أنت تأخذه منين جاي الخبزة هاي؟ ها؟ هاي الخبزة ارجع إلى تسلسلها مولانا، منين تأخذها؟ طحين، الطحين منين جاي؟ من الحنطة، الحنطة منين جاية؟ ها؟ وهالمجرة هاي، وإذا كله منين جاي؟ من التراب، يتغذى منين؟ من التراب. شلون الله بدل جعل هذا الطعام لك جاهز سلس تاكله بكل أريحية وبكل راحة، وقاعد تاكل وتهضم الطعام، واضح مولانا؟ إذن التفسير الأول فلينظر الإنسان إلى طعامه، التفسير الكلامي، حفظوا إخواني، التفسير الكلامي، التفسير الكلامي شنو مولانا؟ أن ننظر إلى الطعام، ننظر إلى الطعام أي نتفكر، أن نتأمل في طعامنا، ونستطيع أن نثبت وجود الله عن طريق هذا الطعام الذي نأكله، اللي يأكله هم الكافر وهم المؤمن، ها؟ اثنينهم. ولهذا يقول فلينظر الإنسان، ليش؟ الكافر عن طريق التفكر والتمعن في طعامه يعتقد بوجود الله، والمؤمن يزداد شنو؟ إيمانا. ها حبيبي، هذا التفسير الأول، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، التفسير الثاني يسمى مولانا العزيز التفسير العلمي والطبي. التفسير العلمي، علماء، العلماء، بعض العلماء يجون مولانا يخلون الآية يطيها الثوب علمي، يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه. النظر هو النظر الحقيقي، ها؟ الإنسان في حال الطعام من يريد يأكل يستحب حتى بالشريعة المقدسة الإسلامية، مستحب شنو مولانا؟ يعاين، عاين على إطالة على طعامه، يعني يباوع، زين؟ مكروه واحد يأكل ويعاين منه، يباوع منه، أصلا عندنا كراهة، واحد يأكل يمك كنت قاعد تأكل، تأكل وتعاين بوجهه، ها؟ بكراهة، النظر إلى وجه الآخر في حال الطعام، في حال على المائدة يكره، مكروه واحد يباوع على الثاني. مكروه أن تنشغل بالمطالعة في حال الطعام، مكروه أن تنظر إلى مثلا، لا، الله شو يقول؟ فلينظر الإنسان وين؟ إلى طعامه، لأن هذا بأسباب، بأسباب كثيرة، من جملتها هضم الطعام يكون بسبب النظر إلى الطعام، لأن أكو غدد مولانا تفرز مادة، هاي المادة تسهل لك شنو مولانا؟ الهضم، ها؟ وكذلك النظر إلى الطعام يعطيك الاشتهاء للأكل، للطعام، تأكل لكي ليأخذ الجسم ما يحتاجه من القوة، واضح حبيبي؟ فإذا عدنا فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي ينظر إلى طعامه النظر الحقيقي، يعني تعاين على طعامك، من تأكل عاين على طعامك وأكل، لا تعاين بوجوه الناس، لا تعاين على طعام غيرك بكراهة، ها؟ هذا الشيء بالشيء يذكر. هذا يوم من الأيام ملك من الملوك عزم لجماعة، عزم مجموعة وخلى لهم أكل، فظلوا يأكلون. طبعا هذا الملك مدلل خو ما يقعد ويا هذولي، قاعد فوق، قاعد يعني مخلي له طاولة وكذا، وقاعد يأكل، وهو يأكل يباوع على أطعمة الناس، شاف له واحد من القاعدين في طعامه شعر، شاف له شعر بأكله، قال له فلان، قال له بلى أيها الأمير، قال له أنت في طعامك شعر أشيلها، لا تنقص عنك عليك الطعام. هذا جر الشعرة زين وشمرها وخلى الطعام على كتر وقام راح. وين رايح؟ قال لا ما، قال له ليش قمت؟ قال له كيف رأيت الشعرة في طعام أنت؟ أنت شلون شلون شفتها؟ قال له كنت أنظر إلى طعامك، قال له وأنا لا أكل طعاما عينك عليه، ما دام انت عينك على اكلي انا ما اكله، عشان مخلي لي اكله تباوع عليه شنو؟ زين؟ هسه هاي حاله، حاله يعني عاديه طبعا احنا عندنا، لكن هي بها درس من الدروس. اريد اقول لك انه يكره النظر الى وجه الغير والى طعام الغير بالشريعه المقدسه الاسلاميه، مكروهه مولانا. زين؟ ولهذا احسن طعام تتقوى به وتتغذى يا طعام، الطعام اذا نظرت اليه. زين؟ كم راي صار مولانا؟ رأيين، التفسير الأول يسمى التفسير الكلامي، التفسير الثاني التفسير العلمي، التفسير الثالث يسمى التفسير الفقهي. يقول لا، فلينظر الإنسان إلى طعامه من حيث الفقه، من حيث الحلال والحرام. أنت الأب
أنت الأبو موكل، واجب عليك شرعا أن تختار لأولادك الطعام، هذا الطعام مصدره يكون منين؟ من حلال. ولهذا الآية تقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي من باب الحلية والحرمة، أن تكون تشوف هذا الطعام حلال له لو حرام، لأن لقمة الحلال لها أثر ولقمة الحرام هم لها آثار كثيرة إخواني، جدا كثيرة. يعني أنا أعطيك رواية، اسمع الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع حبيبي، احنا ما متكلمين عن هذا الموضوع إلى الآن على المنبر، ما متكلمين. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم. الطعام النظيف الطاهر كم خصلة به؟ أربعة. شنو يا رسول الله؟ في كتاب معاني الأخبار صفحة 375، الخصال صفحة 216، البحار مجلد 63 صفحة 315، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم، يكون تام وكامل وأفضل طعام. شنو يا رسول الله؟ إيش قال؟ إذا كان أول شيء إذا كان من حلال، يكون الطعام منين؟ من حلال، أي واحد. اثنين وكثرت الأيدي عليه، الأيدي شنو؟ تكثر عليه، لأن يد الله مع الجماعة بعد مولانا، خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاي اثنين. الثالث وسمي الله تبارك وتعالى في أوله وحمد في آخره. إذا تقعد شنو تبدأ؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تبدأ بالملح وببسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله أي مرض أي داء أي عيب موجود بهذا الطعام ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، شنو مولانا هذا المرض يرتفع ما يضرك أنت. الإمام علي عليه السلام لما قال هذه الرواية عن رسول الله قام لواحد يقول له ابن الكوة، قال له سيدي أنت تقول إذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم المرض والعيب والنقص اللي موجود بالطعام يرتفع ما راح يضرك، قال له صحيح، قال له ولكن أكلت فضرني وبدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، أنا بديت بس ضرني الطعام، شلون أنت تقول هيكي يا أبا الحسن سلام الله عليه وشلون الأثر سلبي. الإمام قال له أكان الطعام متلونا؟ الطعام كان نوع واحد له أنواع؟ قال له لا، أنواع أكثر من خمس أنواع ست أنواع. قال له لابد أن تسمي لكل طعام بسملة مرة، قال له فإن لم أستطع قال له تبدأ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم على أوله وآخره، مرة تقولها بسم الله الرحمن الرحيم على أوله وآخره، الله يرفع عنك هذا الشر بأجمعه. زين، إذا رسول الله شو يقول؟ يقول مولانا أربع خصال، الشي يصير طعام حلال، الثاني يكون تكثر الأيدي عليه، مو مثل ذاك البخيلك، واحد بخيل قاعد يوم ريته قاعد يتعشون، زين، هو مرتب بس ماكو أحد، فظل ياكل، تأوه قال قلت ليش خيرك؟ قالها ما أطيب الطعام لولا كثرة الأيدي عليه. ايش تقصد انت؟ بس انا قاعد اكل وياك، اي بس انا اكل وياك. قال انت يا ام زايده، انت يا ام زايده قوم. زين، فالشاهد مولانا العزيز هنا شو يقول النبي؟ البركه في كثره الايدي، والثالثه ان تبدا ببسم الله الرحمن الرحيم، والاخيره ان تحمد الله تعالى. قاعد نتكلم عن من؟ عن لقمه الحلال ولقمه الحرام. اسمع عجيبة هاي الرواية، جميلة إخواني. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أكل الحلال، اللي يتعب ويجيب من كد اليمين وعرق الجبين طعام شنو؟ حلال، لا يبوق الناس، مو بالرشوة، مو بالسرقة، مو بالغش والخداع، لا، كن يصير لقمة منين؟ من حلال. إخواني لو دينار واحد، ترى لو دينار واحد الإنسان، لو فلس واحد، مو دينار، دينار زايد، الإنسان محاسب على هذا الشيء. إياكم وحقوق الناس، إياكم وأموال الناس. لا تقول والله هذا غني أنا آكل منه وما ينقص منه شيء، ما ينقص منه شيء، بس أنت يزيد عليك حرام. الشيخ علي الداراني
رحمة الله عليه الشيخ علي الداراني عنده طالب من طلابه من أهالي سوريا قديم في منطقة دارية، دارية المنطقة اللي مدفونة بها إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، مو بنته يعني، بنت الإمام علي يقال اسمها سكينة. الشاغد على رواية طبعا، الشاغد هذا الشيخ علي الداراني إجا في منامي أو إجا عند أحد طلابه، قال له من يموت منا أولا يأتي في منام صاحبه فيخبره ما جرى عليه بعد الموت. خوش ياهو اللي يموت أول، الليلة الأولى شلون شاف الموت، شلون صار عليه، تواعده بالدنيا الشيخ وياهو والطالب. قال له خلاص، بعد فترة مات الشيخ، الشيخ علي الداراني لما توفى على الوعد بعد كون الشيخ يجي في منامل الطالب، تعدى يوم يومين أسبوع شهر شهرين 3 سنة، سنة سنة وما أجا في منامه. من بعد سنة أجا في المنام، قال لي يا شيخ أن الوعد، شنو كان الوعد؟ أنه في نفس الليلة، الليلة تخبرنا. قال له بلى لكني كنت محبوسا في عالم البرزخ. قال عجيب، ليش أنت شيخ وكذا؟ قال لي يوم من الأيام دخلت إلى مقبرة باب الصغير، سامعين بيها سوريا بدمشق زين بالشام يعني، بها قبر السيدة سكينة بنت الحسين، السيدة أم كلثوم أخت الحسين، فيها محل الرؤوس يعني مقام الرؤوس، فيها قبر بلال الحبشي ابن أم مكتوم مولانا، فيها قبور فضة خادمة الزهرة، بها وايد قبور. الشاغد يقول أنا دخلت إلى المقبرة ومن طلعت من المقبرة رأيت حمل بعير من الشيح. الشيح شنو؟ الشيح نوع من الخشب، بعير محمل خشب، هذا الخشب صغار صغار. يقول أنا أسناني تأذيني، فقلت أنا أخذ لي خشبة من هذا الخشب، قد عود أسنان، عود أسنان هذا جايب وياي متعمد أنا ترى، خاطر أقرب للمعنى. هذا العود شوفوا إيش كبره، لا يبني بيت، لا تخلي بيه جسر، لا سوي، لا حقيقة إيش قد قيمته هذا، ها شوفوا إيش كبره، ها هذا هو، شوف هذا. قال بقدر عود أسنان أنا أخذت منه، لأن دورت على صاحبه فلم أجد، قاعد الناقة منوخة أدور على صاحبه وما أدري وين. فقلت أنا هي هو عود يبنين الذمة، فخذيت عود من غير إذن صاحبه، فحبسني الله في عالم البرزخ في قبري لسنة كاملة، لأني أخذت عودا من غير إذن صاحبه. عود إيش قد قيمة العود عندك؟ هذا فلس، نص فلس، ها ها احسب حسابك، كرتون فلس زين. هذا العود هيك سنه كان ياكل حقوق الناس وياكل المئات الدنانير والاف الدنانير وياكل الملايين ويبوق وينهب وما يشبع، ما يشبع. هذا الله شي يعذبه؟ هذا شي يسوي بيه؟ لا حقيقه شي يسوي بيه هذا؟ اذا هذا هيك، اذا عود حق الناس الله ما يسامع عليه. اخواني يمكن الله عن حقه يتعدى يسامحك، بس عن حقوق الناس ما يسامح. وهذا حبيبي حق الناس لابد أن يسترجع إليهم، كنت رجعة أو يبروك الذمة. زين الشاهد شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول من أكل الحلال قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ من أكله. شوف إذا تأكل حلال ما دامك تاكل اكو ملك يستغفر لك زين لما تخلص. وقال اذا وقعت اللقمه من حرام، انه شنو لقمه الحرام في جوف العبد، واحد كله لقمه حرام شنو مولانا؟ عجيبه والله هذه، انا متعمد ترى جايبها. لعنه الله كل ملك في السماوات والارض ما دامت اللقمه في جوفه، ما دام ما مصرفه بعتي في جوفه، لعن كل ملك في السماوات والأرض ولا ينظر الله إليه، الله ما يباوع له، ما يعين عليه. هذا اللي يأكل لقمة شنو؟ حرام. ويشيل إيده ويقول له اللهم ارزقني، الله ما يستجيب دعائه. اللهم ارزقني ذرية، الله ما يستجيب دعائه. يطلب من الله، الله ما يستجيب دعائه. ليش؟ سبب من أسباب، واحدة من أسبابها، واحدة من أسباب عدم استجابة الدعاء شنو؟ لقمة الحرام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب البحار مجلد 63 صفحة 315
يقول من أكل لقمة حرام، اسمع عيوني، من أكل لقمة حرام لم تستجب له دعوة 40 صباحا. دعاء الله ما يتقبل لجل لقمة واحدة 40 صباح. وكل لحم ينبته الحرام النار أولى به، كل لقمة هذا اللحم إذا تربى على الحرام هذا ياهو اللي يحرق مولانا النار. ها زين، الشاهد كم تفسير سار؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، سار 3. يا شاطرين أذكياء أخواني، 3. التفسير الأول التفسير الكلامي إثبات وجود الله، فلينظر الإنسان إلى طعامه أي ينظر بالتأمل والتفكر، هذا الطعام شلون إجاك لكي نثبت وجود الله وعظمة الله، هاي وحدة. الثاني التفسير العلمي، عافية ترى هم انسى ديروا بالكم، التفسير العلمي، فلينظر الإنسان إلى طعامه، النظر الحقيقي أنك في حال أكل الطعام كشن مرانا تباوع تعاين على من؟ على طعامك، زين؟ يكره النظر يمين وشمال، هاي 2. 3 التفسير الفقهي اللي شرعي، الطعام اللي تاخذه لابد أن يكون من حلال دون الحرام، إيش قصارا؟ 3. التفسير الرابع اللي هو روايات موجودة في ذلك، التفسير الرابع يسمونه التفسير العرفاني. التفسير العرفاني شنو مولانا؟ التفسير العرفاني، الإنسان مخلوق من شيئين، من جسد وروح. إحنا هسه أنت كل واحد منكم القاعد عنده جسد وعنده روح، عنده غذاء لجسده وعنده غذاء لروحه. ها؟ غذاء للجسد وغذاء للروح. غذاء الجسد معروف، ها؟ هذه الأطعمة وهذه النباتات وهذا اللحم وهذا طعام شنو؟ الجسد. إذا ما تنطي جسدك الطعام المناسب يطيح له ما يطيح؟ يطيح يتمرض. ها؟ مثل ما أن الجسد إلى طعام، الروح هم إلها طعام. ما هو طعام الروح؟ يقول الإمام الباقر عليه السلام، يقول طعام الروح طلب العلم، طلب العلم. طبعا التقوى تجي من طلب العلم، الإيمان يجي من طلب العلم، العبادة يجي من طلب العلم، كله طلب العلم. إذن فلينظر الإنسان إلى طعامه من باب العرفان، العرفانيات، من باب تزكية النفس. كيف أستطيع أن أزكي نفسي؟ كيف أستطيع أن أزكي روحي بالنظر إلى طعامي؟ يا طعام، طعام الروح شنو مولانا؟ طلب العلم. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي علمه الذي يأخذه عمن يأخذه، العلم اللي تأخذه أنت. هسه أكو ناس عندهم علم بس علم ماذا؟ علم شيطاني، عنده علم بس يستخدمه وين مولانا؟ فيما لا يرضي الله تعالى. أنت علمك اللي تأخذه، هذا علمك اللي تأخذه منين تأخذه؟ منبع العلم منين مولانا؟ هذا اللي تأخذ العلم منه ياهو، ها؟ لازم أن تدرس، تدرس الذي تأخذ العلم منه، لازم أن يكون عالم يعمل لله. يعني العلماء نوعين، عندنا عالم للرحمن وعندنا عالم للشيطان. ها؟ أكو علماء يحرضون على القتل، أكو علماء يحرضون على الذبح، صح لولا؟ أكو علماء مسوي له ويصيح اذبحوا كذا، اقتلوا كذا، احرقوا كذا. ها؟ هذا عالم، بس عالم لمن؟ للشيطان. بالمقابل اكو لا عالم لمن؟ للرحمن، يأمر بالصلح وبالصلاح وبالأمن والأمان والمودة والمحبة والإكرام وصلة الأرحام، هذا العالم الحقيقي. ها؟ الإمام علي عليه السلام خوش حكاية عنده، عجيبة هالحكاية أخواني، أترجاكم بالأخص بهذا الزمن اللي ساير هوسة، ضايع الحابل من النابل، ما تعرف حاميها من الزين من الشين، ضايع الآن، واضح مولانا؟ قالوا له سيدي كيف نعرف عالم الخير من عالم الشر؟
شلون نقدر نميز هذا عالم خير لو عالم شر؟ انا اريد اخذ علمي، منين اخذ علمي؟ علماء، هذا فلان موجود وفلان موجود وفلان موجود وفلان موجود، ياهو اللي انا اخذ علمي من ده. الامام ايش قال سلام الله عليه؟ قال عالم الخير عنده صفات. قال له شنو سيدي؟ قال له اولا ينقلك، شوف، ينقلك من التكبر الى التواضع. يعلمك شنو؟ التواضع، هذا اول شيء. هاي اول شيء. الثاني ينقلك من الجهل الى العلم، هاي اثنين. ثلاثة ذكرك المسألة. عالم الخير اذا تقعد يمه يذكرك بمن؟ بالمسألة، يعني سؤال. انت اكو بعض العلماء من تقعد يمه تظل تحوس تقول يا ربي انا عندي سؤال بدي اساله، وكل اسئلتي راحت، شد بالبيت اتذكر هسه وصلت يمه نسيت شنو السؤال، شنو السؤال؟ تدور على سؤال خاطر تسال لك شنو؟ تستفيد. هذا الامام شو يقول عنه؟ هذا عالم الخير. وضع مولانا ذكرك المسألة. ثلاثة أربعة ذكرك الآخرة. عالم الخير شي ذكرك؟ يذكرك بالآخرة، يذكرك بالدين، يذكرك بالعبادة، يذكرك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. مو عالم يذكرك بالدنيا ويذكرك بالعقارات ويذكرك بالسيارات ويذكرك ها. فهذن أربع صفات علما لعالم الخير. إذا أردت أن تأخذ علمك فعليك بعالم الخير. ها، إذن شو يقول التفسير العرفاني؟ التفسير العرفاني يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي طعام الروح. طعام الروح شنو مولانا؟ طلب العلم، أن تأخذ علمك وممن تأخذ العلم. هذا علمك اللي تأخذه، منين تأخذه؟ مو ترى كل من هب ودب، مو كل من مولانا سبحان ما عندي، مو كل من كسب حبيده مولاي. ديروا بالكم، ها، بعض الناس يخلي السم وين مولانا؟ يدس السم في العسل. ها، عليكم بعلماء الخير، عليكم بالانتباه، عليكم بالوعي، لا تجعلوا احدا ان يعزلكم عن العلماء، زين، لان توفيق وسعاده كل امه اذا اتصلت بمن؟ بعلماء الخير. وهذا حبيبي يطلع لك واحد يقول لك والله شنو العلماء طالعين؟ ها؟ علماء بعد خلص بطلت راية العلماء، شراية من قال؟ راية فلان طلعت بعد، ما تحتاج العلماء اتباعهم، هذا التغريد ساقط وذاك ساقط وهذا ساقط، ها؟ شفتوا هالهبة قبل محرم صارت، ها؟ قبل محرم صارت، شنو تقلدونه؟ المن تقلدونه؟ المن كذا؟ شنو تقلدون؟ شو الحكي هذا؟ حكي تعبان هذا؟ إذا أنا أتمرض وين أروح؟ أروح للدكتور، الطبيب، ليش أروح للطبيب؟ ها؟ أروح للطبيب لأن صاحب شنو؟ خبرة في مجاله. إذا أريد أبني بيتي ما أبني بيتي على رأسي، ها، شو أجيب؟ أجيب مهندس بناء، ليش؟ لأن صاحب خبرة. أريد أخيط الدجداشة، ياهم منكم خيط دجداشة بيده، وين يروح؟ يروح للخياط لأن في مجاله صاحب خبرة. هسه أنتم تعرفون تحجون عرب لو ما تحجون عرب؟ أنتم عرب لو مو عرب؟ تعال واحد منكم باشر يغرب مكاني، خل باكر واحد يغرب مكان، تقدرون؟ ما تقدرون؟ ما تقدرون على اللي. انا عندي خبره في مجال عملي، المهندس عنده خبره في مجال عمله، الدكتور عنده خبره في مجال، احنا لحوائجنا نراجع صاحب الخبره. زين، في امور ديننا بالله شلون؟ الدين اللي اهم من كل شيء، ها؟ ما يحتاج الى مراجعه الى الخبره؟ يعني كيفنا احنا؟ ها؟ كذلك الدين يحتاج الى المراجعه الى صاحب خبرة، صاحب الخبرة ياهم في مجال الدين العلماء والفقهاء والمراجع. وإلا يطلع لي واحد يضرب المراجع ويضرب فلان وعلان، والتغليد ساقط والتغليد ما يجوز. الإنسان مطين، الله مطينا عقل، احنا نتبع عقولنا. تعال إذا تمرضت ما تبع عقلك أنت، ها؟ أنت ليش تتبع؟ ها؟ الشاهد مولانا العزيز فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي طعام الروح. هذا التفسير العرفاني. كم تفسير سارا؟ أربعة. التفسير الأول شنو كان؟ التفسير الأول التفسير الكلامي، هذا ما بعد ذاكرتي تعبت والله أسوأ. التفسير الكلامي. الثاني تفسير علمي، عفية. الثالث تفسير فقهي. الرابع تفسير
عرفاني. الخامس والأخير ما يشرح بعد الخامس، الخامس سمونا التفسير المطلق، يعني عام. شنو التفسير المطلق؟ يعني يشمل كل هذه التفاسير، هذه التفاسير الأربعة التفسير الخامس يشملها، يقول لك كلها صحيحة، وهذه من بلاغة القرآن. القرآن من بلاغته آية صغيرة تشير إلى معنى واسع كبير، إلى معان عديدة، إلى آراء عديدة. هذه قيمة القرآن، هذه بلاغة القرآن. يمكن أنا كلامي منه يشير إلى معنى واحد، لكن القرآن لما يتكلم لا، مو مثل كلامي وكلامك، هو البليغ والفصيح، هو المعجزة الخالدة لرسول الله، ولهذا يشير إلى معاني عديدة وكلها شنو؟ كلها صحيحة. ها؟ هذا بالنسبة إلى فلينظر الإنسان إلى طعامه. حس بعض العلماء يؤكد على المعنى الأول، المعنى الكلامي لإثبات وجود الله، زين؟ المعنى الكلامي شنو السبب؟ قال لي أن الآيات اللي تجي من بعد الآيات، هذه الآيات تشرح هذا التفسير. شوف الآيات البقية قاعد ينطيك شلون أجى طعامك، مطرة الدنيا، الله صب لك الماء صب وشق لك القاع مولانا وطلع منها زروع وبساتين وفواكه وتاكل هاي القاع، شو هاي القاع؟ هاي القاع خوخالي ماكو شيء. زين الله شو يقول؟ يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، منين هذا الطعام جاء؟ أنا صببنا الماء صبا. صببنا شنو مولانا؟ الصب لغة بمعنى إراقة الماء من الأعلى، من فوق صب الماء، هذا شو يسمونه؟ صب. أنا صببنا الماء صبا، هذا صبا شنو مولاي؟ تأكيد، مفعول مطلق يقولوا لهذا تأكيد. صبينا الماء، بما صب الماء الله سبحانه وتعالى؟ بالمطر. والجميل هذا الصب مرة واحدة لو شوي شوي، شوي شوي يصير. الآن بالله عليك إذا مطرت الدنيا هنا بالكويت كم لتر تمطر؟ ألف، ألفين، عشرة آلاف، مليون لتر، ملايين، صح ولا لا؟ يصب البحر، تعرف هاي الملايين لو الله مثل هذا القلاص فد مرة هيش ويفرغ علينا، شو يصير بينا؟ ضحنا، مو نغرق، الروح تملخ، ماكو شيء، كل شيء يتهدم. بس من رحمة الله الله ينزل علينا شنو؟ قطرة قطرة. وهاي القطرة تقول لعيالك مشي نتمشى بالمطر، حلو تستلذ بالمطر، واضح مولانا؟ شوف الجمال الإلهي وشوف الرحمة الإلهية شلون، مو بس ما يأذيك بالمطر، لا، إنما تستأنس بالمطر بهذا الماء. شي يقول أنا صببنا الماء صبا، زين إلهي صبيت الماء، هالنوب القاع سويت بيه، هذا شغل السماء الصب، شغل الأرض شنو؟ ثم شققنا الأرض شقا. شلون شق الأرض؟ هسه البعض يقولون علم الإنسان أن يشق الأرض بآلات الحراثة، آلات الزراعة، لا لا، مو هذا المعنى، زين؟ لا، إنما المعنى شققنا ثم شققنا الأرض شقا، بمن؟ بالنبات والزروع والبساتين. أخواني هاي القاع الصلبة، هاي القاع الخشنة، وإذا تطلع من عندها نبتة صغيرة، شايف النبات هذا؟ النبتة هذه، هاي الخضرة، تكسرها ناعمة تطلع من القاع، شق التراب وتطلع. واللي أعجب منها رايحين للجبال، تشوف لك في وسط الجبال فوق فوق الجبال، وإذا تبقى لك نبتة نبتة طالعة من يا مولانا؟ من الحجر، بين حجرين، حجر وحجر، الشق الحجر وتطلع، شكت قوية هذه، شايفين ولا ما شايفين أنتم؟ سبحان الله، من وسط الحجر، حجر 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 قوي، الشق الحجر مولانا، وطر الحجر نصين، اللي هذا أبتشاك وكذا تضرب ما ينكسر مولانا، هي الشقة شوي شوي وتسوي نصين الحجر وتطلع، زين سبحان الله. هاي شوف القدرة الإلهية. ثم شققنا الأرض شقا، ايش طلعنا من عدها؟ فأنبتنا فيها حبا، طلعنا منها حب، هذا حبا، حبا نكرة، ليش نكرة؟ يعني أنواع الحبوب، مو بس الحنطة، بعض المفسرين يقول الحنطة والشعير، لا مو بس الحنطة، مو بس الشعير، أي حب من الحبوب يطلع منين؟ من الأرض. الله طلع لنا، السماء مطرت، الأرض شقت، والحب نبت. بعد هالنوب، وزيتونا ونخلة، الزيتون خو زيتون، النخل عبارة عن من؟ عن التمر، يعني الرطب، هاي النخلة. ليش خص هذني الزيتون والنخل؟ ليش؟ لأهمية الزيتون
والنخل. زين، الزيتون هو معروف الشجرة المباركة. الزيتون هذا والنخل شنو مولانا؟ اكرموا عماتكم. فقيل يا رسول الله ومن عماتنا؟ قال النخلة، فإنها نزلت مع أبيكم آدم إلى الأرض. شوف خصها، وزيتونا ونخلة بعد وحدائق غلبة. الحدائق شنو مولانا؟ الحديقة أي مكان محصور بحصار وبي ماي، شو يسمونه؟ حديقة. العين هاي شو يسمونها؟ حدقة، صح ولا لا؟ ليش حدقة؟ لأن دقيقا شبيه البستان، هم محصور وهم بيها شنو؟ ماي، سموها حدقة. الحدائق مأخوذة منين؟ من الحدقة، حدقة العين. واضح مولانا؟ حدائق غلبة، الغلب شنو مولانا؟ على وزن قفل، غلب. هذا غلبة يعني الأشجار اللي يصير عندها جذع شنو مولانا؟ غليظ ضخين، ها؟ يسمونه غلب. يعني حدائق غلبة شو بدي أقول؟ يعني بالأحرى أن نقول يعني غابات كبيرة، حدائق ذو أشجار عالية. زين، بعد وفاكهة وأبا، طلع لك أنواع الفواكه، برتقال، تفاح، وأنواع الألوان. وأبا، الأب شنو؟ أب، مو الأب هذا الأبو، لا، أبا هو الحشيش الذي يأخذ في المرعى يأكله الحيوان أجلكم الله. يعني الله مو بس ما ناسيك، حتى ما ناسي شنو؟ حتى حيوانك. بالآخر شي يقول متاع لكم ولأنعامكم. شنو متاع لكم ولأنعام؟ قال فاكهة وأبا، فاكهة لكم، أبا لأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. ها، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، نستطيع عن طريقه أن نعرف الله. هذا تفسير موجز عن الآية الكريمة، فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا الطعام يمكن أن يكون هم عرفاني علمي. منين تأخذ علومك؟ أفضل العلوم أن تأخذه وأن تحمله إذا كان العلم من محمد وآل محمد. أفضل علم تأخذه منين؟ من رسول الله، من الحسن، من علي، من الحسن، من الحسين، من الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. لكن شوف هؤلاء العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء وهذول العلماء أي علماء؟ مو كل علماء، ها؟ العلماء أهل الخشوع والخضوع، وهم آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يريد يشرب الحسين ماي، ينزل للمشرعة وعطشان، رواية 7 أيام ورواية 3 أيام ما شارب ماي، يصيح لواحد يقول له يا حسين أتستلذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ زينب سبوها وأنت تشرب ماي؟ ما شرب ماي، ألقى الماء على الماء ورجع الحسين مسرعا إلى الخيام، شاف الخيمة صحيحة سالمة، ها؟ يقول كان مثخن بالجراح، مثخن بالجراح، ما دخل في الخيام لأن فيها الأطفال والنساء. راح من وراء الخيمة في مكان يقرب من الحوراء زينب سلام الله عليها، صاح لها أخي زينب، أخي زينب، أنا أخوك الحسين يا زينب. سمعت زينب، طلعت زينب، راحت خلف خيمتها، شافت الحسين على رمضاء كربلاء. زينب شلون شفتي جراحات تشخب دم بأبي وأمي؟ كيف رأيت الحسين؟ قالت سمعت يوين وتقربت لي، سمعت يوين وتقربت لي، ولقيت الأخ متوسد ايدي يا تلف وتسعمية جرح بي أخويا، يا جرح شدة ويا جرح داوي، قال هيا زينا بكل جرح بعضاي عوفي، لكن جرح المقلب عينك علي أخويا، صدر الماي شال شيلنه، وصدر وصدر اخوي مرض رضا ضلوعه، وصدر يا يا اخوي منه الجاب كافوره.
منه الجاب كافورة هو السدرة يا من غسل غريب الغاضري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله، اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان. وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم، الفاتحة مع الصلوات.